ارتدت طرابلس ثوب الحداد صباحا وهيأت نفسها ليوم الحزن الكبير، وهي تستقبل جثامين لأربعة ممن قتلوا في كمين تلكلخ. هم بلال خضر الغول، محمد عبد الرحمن خليل الملقب بالأيوبي، أحمد نبهان، والفلسطيني محمد مسلم الحاج، وقد عادوا إلى ذويهم في نعوش ملفوفة. ووسط هتافات مؤيدة للثورة السورية تسلمت العائلات الجثامين في باب الرمل، حيث تمت معاينتها والتأكد من هوياتها تجنبا لحصول لغط مشابه للذي جرى في عملية التسليم الأولى. في مسجد طينال تم تحضير الجثامين استعدادا لمواراتها في الثرى قبل أن تنقل إلى المسجد المنصور الكبير ليصلى عليها ثم تدفن. أما الفلسطيني من آل الحاج فقد تسلمته العائلة قبل أن يوارى في الثرى في مخيم نهر البارد، وكان معبر العريض الحدودي قد شهد ازدحاما كبيرا لتسليم الجثامين الأربعة، وبعد انتظار نحو ساعتين عن الموعد المقرر تم تسليمهم إلى الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع وفد من دار الفتوى. نأمل من الله عز وجل أن تتم هذه القضية ويطوى الملف بسرعة تيسيرا على الأهالي وتهدئة للأوضاع. وزير الخارجية يعلن بالأمس أنه سبب تسليم أربع جثامين فقط دون الباقين أنه ما تعرفوا على الهويات، وهذا كلام غير صحيح وغير دقيق، لأن الأهالي منذ حوالي أسبوع يعني نحن أعطيناهم الهويات والوثائق والصور، كما ذهب الأهالي وشاهد صور الجثامين التي أتت من سوريا، ويوم الثلاثاء أكدنا لهم أن هذه صور لأبنائنا، لسبع عائلات، لسبع أشخاص، فوعدونا أن نسلم سبع جثامين وتعرفنا على سبع جثامين، لماذا أعطينا الأربع فقط دون الباقين؟ أنا بقول لهم حيش تلعبوا أعصاب العالم وتماطلوا بهالشيء، لأنه هالشيء صاير مقصود، يعني منو غصب عنكم أو شيء. شهيد مالك الحجديب هو معروف من قبل الأجهزة الأمنية السورية واللبنانية، والدليل أنه قناة الإخبارية السورية حطت الشهيد مالك الحجديب وعلى صدره هويته، هو من الأشخاص اللي انحطوا وعرضوا على الإخبارية السورية، فهذا دليل أن الحكومة السورية والحكومة اللبنانية تعرف من هو الشهيد مالك الحجديب. المديرية العامة للأمن العام أكدت أن مديرها العام اللواء عباس إبراهيم سيتابع اتصالاته مع السلطات السورية بالتنسيق مع وزارة الخارجية اللبنانية لاستكمال إعادة الجثامين المتبقية.